من أخبار كرة اليد تعالوا نروح لأخبار كرة السلة. الجهاز الفني لفريق سبورتنج للسيدات لكرة السلة بقيادة المدير الفني محمد محروس أعلن النهاردة قائمة فريق سبورتنج اللي هتخوض بطولة أفريقيا للأندية للسيدات اللي هتقام في سبورتنج خلال الفترة من 11 حتى 19 ديسمبر الحالي. الجهاز الفني لسبورتنج أعلن عن قائمة بتضم اللاعبات كل من ريم موسى، أسرار ماجد، ديستني بيتس اللاعبة المحترفة، منار إيهاب، نور علي طلعت، نورهان فؤاد، جينا حلمي، ياسيني ديوب، نادين ياسر، هاجر عامر طبعا اللاعبة المخضرمة، سيرا ديلاراد، فاتو دياني، وبكل التأكيد فريق سبورتنج وحامل لقب البطولة الأفريقية الأخيرة اللي أقيمت في نيجيريا وكان أول لقب للأندية المصرية في تاريخ البطولة، وإن شاء الله يستطيع أن يحقق اللقب في النسخة الحالية اللي هتقام على أرضه وبين جماهيره. وعشان نقرب أكتر معانا على التليفون كابتن محمد محروس المدير الفني لنادي سبورتنج. كابتن محمد أهلا بيك. أستاذ كريم إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. أيمن مع حضرتك. ايه الاخبار؟ سامعني كويس؟ كله تمام، سامع حضرتك. الحمد لله. طمنا يا فندم على مدى استعدادكم للبطوله الافريقيه طبعا اللي هتقام في نادي سبورتنج، وسبورتنج كان حامل لقب البطوله. والله انت قلت الحاجتين اللي عاملين لنا احنا، يعني حاطين علينا مسؤوليه كبيره طبعا جدا ان احنا حامل لقب وان احنا منظمين بطوله. البطوله معموله عندنا في ملعبنا وسط جمهورنا، طبعا ده بريشر عالي قوي علينا، لكن ربنا يوفقنا كده ونكون قده. احنا طبعا يعني بنجهز، احنا على فكره احنا مخلصين الدوري المرتبط يمكن من تقريبا 10 ايام اسبوعين بالظبط، وبدانا بعدها خدنا فتره راحه قليله، وبعدين بدانا نجهز بقى الايه لبطوله افريقيا اللي هتتعمل على ملعبنا دي. فبقى لنا تقريبا 10 ايام شغالين، منهم مثلا 5 ايام المحترفين وصلوا، والحمد لله قدرنا نجهز الفرقة بشكل كويس. إن شاء الله نظهر بمظهر يليق باسم نادينا وبلدنا إن شاء الله بإذن الله. إيه الفرق بين الاستعدادات للبطولة الحالية وبطولة العام الماضي اللي أنت كنت داخلها ومعلكش نفس الضغوطات اللي عليك في بطولة العام الحالي؟ بالظبط، يعني دي السؤال والإجابة. إحنا السنة اللي فاتت كنا مسافرين من مصر، وكل فرق مصر متعوده تروح تخسر في افريقيا وترجع، ما عندكش اي بريشر، انت رايح تمثل بلدك تمثيل كويس وتطلع شكل بس الباسكت بول في مصر كويس، والحمد لله احنا واصلين لليفل كويس، فعايزين نقول للناس الكلام ده. طبعا رحنا الحمد لله بقينا بنكسب نكسب نكسب لغايه الفاينل مش مصدقين، ولما عملنا حققنا البطوله بقى حاجه يعني ما كانتش متوقعه نهائيا. انت النهارده عندك ان انت حامل لقب، فكل الناس طبعا بتقول ان انت هتكسب تاني، انت ستيل السكواد بتاعك زي ما هو تقريبا وانت فرقتك هي فكل الناس متوقعك تكسب. كمان بقيت انت المنظم، فطبعا بقى وسط يعني وسط جمهورك وفي ملعبك اللي انت بتتمرن عليه، يعني اعتقد لو كنا بنحلم بالكلام ده ما كانش ممكن يحصل، لكن سبحان الله ربنا اراد انه يحصل ويحصل للجيل ده بالتحديد من بنات النادي يعني، وربنا يكرمنا ونقدر ان احنا بقى نعمل الحلم، يبقى عملنا الحلم السنه اللي فاتت وحافظنا عليه السنه دي كمان. اللاعبات الاجنبيات اللي هيكونوا متواجدين طبعا بيكون ليهم اهميه كبيره جدا، ايه المعايير اللي بناء عليها اخترتوا اللاعبات المحترفات الاجنبيات اللي هيكونوا موجودين في قائمه نادي سبورتنج خلال احداث البطوله؟ بص، هو انت وانت رايح تلعب بطوله افريقيا بتبقى دايما بتفكر في ان بطوله افريقيا عنيفه شويه، لعب عنيف جدا، فانت محتاج يبقى عندك عناصر طويلة قوي يعني أتلاتيك وطوال، وكمان عندهم حتة العنف دي. علشان كده يعني المجموعة اللي كانت معايا اللي هي كانت معايا السنة اللي فاتت أنا محافظ عليها على قد ما أقدر، سواء المصريات أو حتى السيارة ديلر كانت معايا السنة اللي فاتت محافظ عليها برضو معايا. جبنا زدنا احنا السنة دي ديستني بيتس، هي لعيبة أمريكانية كويسة قوي، وطبعا بناء على لائحة البطولة قال لك أنت ليك 2 أمريكان و2 أفارقة. حلو. فقلنا ندور على احسن 2 افارقه يكونوا عندنا فيهم يعني محتاجينهم البوزيشن اللي انا محتاجه كفرقه، اللي هو ايه بوزيشن مثلا السنتر يساعدنا شويه كاطوال. كانت موجوده اللعيبه اللي هي فاتوس سنتر بتاعت الاهلي، لعبت مع الاهلي الفتره اللي فاتت، موجوده في مصر، فكانت فرصه كويسه جدا ان احنا نتعاقد معاها، خصوصا الاهلي يعني فسخ التعاقد بتاعها دي بالنسبه لفاتو. وبالنسبه ليه جايبين كمان جارد سنغالي برضو
لعيبه بتدافع كويس قوي، من احسن مدافعين في افريقيا يعني، اسمها ياسين ديوب. ان شاء الله تكون اضافه كويسه ونقدر نعمل الكيمستري دي بين المصريين. واعتقد هو ده التحدي الاصعب، انك انت بتجيب لعيبه ما بتلعبش مع بعض مده طويله. بالظبط بالظبط، وتجمعهم يمكن كده ايام قليله قبل البطوله هي في منتهى الصعوبه. فربنا يقدرنا ونقدر نبقى شكلنا كويس ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك كابتن محمد وكل التمنيات بالتوفيق. سبورتنج يحقق اللقب الثاني على التوالي باذن الله.